جهودات الموصوله اللي كيبذل لها مجلس الجهات في بصره القنيطره لتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الجهات في مختلف دول العالم. اليوم كنوقعوا اتفاقيه شراكه مع الولايات الخرطوم في السودان. هي اتفاقيه عندها رمزيه خاصه باعتبار انها اتفاقيه مع ولايه من دول عربيه، وهذا شيء مهم بالنسبه الينا. نحن كذلك أكدنا مع السيد رئيس المجلس التشريعي ومع السيد السفير الذي حضر معنا هذا الاستقبال أننا نريد في هذا الجيل الجديد من اتفاقيات الشراكة أن تكون اتفاقيات عملية، وأننا نبرور مشاريع تنجز بين الجهتين بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين تسمح بأن يكون أطر هذا العمل التعاوني يبان مباشرة على الساكنة وينتفعوا منه. واتفقنا باش نشتغلوا بشكل جدي من اجل تهيئ مجموعه مشاريع مشتركه اللي ننفذوها واللي تكون فرصه للتوقيع ديالها في زياره تنظم بعد شهور في غضون سنه 2019 الى الخرطوم، في نفس السياق وفي اطار المجهود اللي كنبذلوه من اجل تقويه واسماع صوت الجهات على المستوى الدولي. فالحمد لله بالامس في المنتدى العالمي للجهات وفي الجمع العام ديال منظمه الجهات المتحده تم قبول العضويه ديال ولايه الخرطوم كعضو جديد معنا في منظمه الجهات، وكذلك ذكرنا في كيفيه يمكن نشتغل الجميع باش نعززوا الحضور ديالنا كجهات عربيه وكذلك تعزيز دور المنظمه بشكل عام. نحن اليوم في سعاده كبيره وذلك بتوقيع هذه التوأمه والاتفاقيه التي تربطنا مع الاخوه في مجلس الرباط سلة القنيطرة أو جهة الرباط سلة القنيطرة مع مجلس تشريعي ولاية الخرطوم بالسودان. هذه الاتفاقية هي اتفاقية في التعاون المشترك وهي اتفاقية لتبادل الخبرات. لا شك أن الجهتان لهما ذات الأوصاف التي تهم مواطني الجهات، وسعدنا أيضا بأننا نكون جزء من المنظمة العالمية للجهات. انضممنا لها في كثاني دولة عربية بعد المملكة المغربية، ونعتبر ذلك فخرا كبيرا لنا بأن رئيسها من المغرب معالي الأخ الرئيس عبد الصمد السكالي. إن شاء الله تعالى هذه الاتفاقية ستفعل بوفود تأتي إلينا في السودان بقيادة الأخ رئيس الجهة السيد عبد الصمد السكالي، وذلك لبحث الفرص المشتركة للتعاون في الإطار الاقتصادي والإطار الاجتماعي والإطار الثقافي، وفي كيف أن تصبح هذه الاتفاقية فيها نفع علينا وعليهم إن شاء الله تعالى. نحن سعداء بذلك وشاكرين لدولة المملكة المغربية بقيادتها الرشيدة وبكل مكوناتها لحسن الاستقبال ولحسن الضيافة وللكرم المعهود، ولإن شاء الله تعالى التواصل في الإطار التاريخي الذي يربطنا جميعا مع بعض. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.